السواحل تشهد أن كانت وكنا قمرا وفجرا. هذه السواحل تشهد أن كانت وكنا قمرا وفجرا. ولكل وجه طيب عهد في القلب ذكرى. زنجبار رحلة للناس هدهد قربوا. السلام عليكم. حياك الله بخير. كيف الحال؟ الحمد لله. مو حالكم؟ كيف صحتك؟ كيف بخير والله؟ معدل؟ مو حالكم بخير؟ نعم الحمد لله. الحمد لله. كيف حالك؟ قربوا معنا قربوا. كيف حالكم بخير؟ السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال؟ كريم. اهلا اهلا. مرحبا. كيف حالكم؟ الحمد لله. هنا ساكن؟ انا بهذه المنطقة. في هذه المنطقة. ايش يسمى المكان؟ يسمى كوامباني. كوامباني في زنجبار. في زنجبار. نعم. جايينك في وقت مطر ما شاء الله. اليوم مطر الحمد لله. مطر. بسولكم توسع مطر. الله يسلمك. الله يسلمك. ولادك لا؟ هذا أولادي ولدي هذا. هذا أحفادك. هذا ولدك. كيف حالك؟ خير. من الاسم الكريم؟ محمد. اسمك؟ محمد. محمد. بن ناصر. ناصر بن سليمان. ولد أخوي أنا. ولد أخوك. ولد أخوي أنا. ها. وهذا الأحفاد. ولد أولاده. زين. وهذاك وانت وهذاك سليمان. ابوك ابوك ما بيقدر. ابوك متوفي. متوفي. ما تتكلم عربي انت؟ يعني شويه ده. شويه شويه. ليش شويه شويه؟ تعلم عربي زين. شغل تعلم شويه. ما متعلمين الاولاد؟ ما يتعلم عربي. ما يفهموا. كنتوا ما تفهموا. هذا ولدي. هذا ولدك. مرحبا. كذا يعرف عربي قليل. مساك خير. يا مرحبا. وهذا منير ولدي كذا اخر ولد. هذا اخر ولد. اي اسمه منير. وهذا كنا اول. هذا كبير ما شاء الله. الثالث. انت الثالث. من الاسم الكريم؟ سليمان. سليمان بن سالم. بن سالم. يا مرحبا وسهلا. وهذا منير بن سليمان بن سالم. ايه الريامي. منير بن سالم. ايه. هذه يتعلم في يتعلم مسرح. هذا ابوك. نعم. بابا. نعم. يعرف عربية. ايه. يتعلم في قليل قليل. قليل انت شاطر تتعلم تقرب شويه. هذا بدوام. هذا بدوام لمحمد بن ناصر. ايه. بن سليمان الريامي. هذا احمد بن محمد. ايه. بن ناصر بن سليمان الريامي. ما شاء الله. انتم هنا كانكم عايشين عائله كامله. نعم. يعني اكبرهم انت الجد. نعم انا الجد. زين. والوالد. وهذه ضحيتكم هنا الشارع. هاي ضحيتنا. وهذا مكاني مكاني. زين. وانت واولادك واحفادك كلكم هنا متفرقين في هذا المكان؟ كنا كلهم مولودين هنا. هي. لكن انتم تسووا كبار تفرقوا على كل مكان. في مويره اكثريه يسكنوا في مويره. اعطي هذا في مويره. هين مويره بعيده عنها؟ مويره تقريبا 6 ميل. يعني كم كيلو تقريبا؟ صح 6 ميل. يعني متجاورين ما بعيدين. ما بعيدين. انت هنا مولود؟ اي مولود في هذا المكان. هي. في هذه المنطقه خاصه. وشيابك شايبك انت؟ ابوي جاي من عمان. جاي من عمان. جاي من عمان صغير. وتزوج هنا. ابوك جاي صغير. جاي صغير. نعم. وابوي اصلا من الجبل الاخضر. من الجبل الاخضر. من مكان اسمه نقشع. في الجبل الاخضر. زين. عصلنا من هناك. ها ها ها. وانت استقريت هنا. وابوي تزوج هنا عمانيه. ايه. هي ولدت انا هنا. نعم. وبعدين لما جلسنا مده خليني توفي الوالد. لكن صرت من عمان سنه 59. ايه. وحصلت جواز عماني. ايه. مع السيد شاب. ايه. لكن يوم جيت الانقلاب مسكوه ذاك. هنا هنا مسقوه. احداث سياسيه وفيها واجد ربشه ذيك الايام. يعني ما حد قتل وقصف ودخلوا البيت وشيلوا كل شيء ما بقي شيء. نعم. وياه كله الكتب والقران وهذا كله مسقوه.
جواز مالي مزقو كذلك. والان على الجنسيه التنزانيه انت؟ هاي الجنسيه التنزانيه. ايوه. قام يزيد المطر. يزيد المطر. من قلت لي انت اسمك؟ منير بن سالم. منير. منير تتحدث العربيه انت؟ نعم. حلو. وين تتعلم؟ في دونغو معهد الاستقامه. معهد الاستقامه العمانيه. معهد الاستقامه. معكم اللغه العربيه. نعم. زين. سمحوا لنا وقفناكم في السيل. ما زين زين. نكمل الحديث داخل؟ زين. نكمل الحديث زين عن المطار؟ زين. زين زين تفضلوا. تفضلوا. تفضلوا غربوا. احسنت احسنت تفضلوا. تفضلوا. نحن في أوربي نعمل لأجلكم. هدفنا تنمية الموارد البشرية العمانية نحن فخورون بتزويدكم وقود الطاقة نحن شركاء في دفع عجلة التنمية أوربيك نحن نصنع وقود الحياة. مرحبا عليا، مفاجأة سارة، سررت برؤيتك. أهلا أمينة، من أين حصلت على هذه الأسماك الجيدة؟ تبدو طازجة جدا. هذه قطع أسماك طاقة المجمدة، اشتريتها من محل شركة الأسماك العمانية، إنها أفضل طريقة للعثور على سمك طازج في الصيف. هل تعتقدي أنه جيد؟ نعم، جودة عالية كالطازج تماما، فقط أزيل الثلج واتركيها لتتخلص من التجميد، لا تنقعيها بالماء وبعدها يمكنك طبخها كالعادة. الأسماك المجمدة جيدة مثل الأسماك الطازجة، عائلتي تحبها، جربوها أنتم أيضا. بعالمك نهتم، بعزيمة نتطور، بحيوية نسعى، لرؤى مختلفة، وبطموحاتك نتشارك. نفط شايف سارة. نعم. بعد المطر ترى يسكب. بعد المطر يسكب. هي. كما خبر لي أول مسكي هذا. أيوة. كم يستمر؟ هاي مسة ثلاثة أشهر. ثلاثة أشهر. ثلاثة أشهر. الشهر الرابع والخامس والسادس. وشيء نوبة في أوقات غير هذا الوقت؟ نعم شيء. شيء مقال يقال هذا فولي مسكي الفولي. فولي. الشهر العاشر و11. أيوة. كذلك بتصير كثير لكن ما كم المسيكة أقل نص المسيكة. هنا الاعتماد الأول في الزراعة على المطر. على المطر نعم. ماشي فلاج بس على المطر. فلاجة ماشي. ماشي فلاج. طويان قليلة. طويان موجودة لكن قليلة. وهي الطويان ما توحي هذا الزرع كله ما شاء الله. شيء موجود هنا تحتنا. شيء موجود طول معنا. هي منسقة منها. هذه ضاحيتك انت؟ هاي ضاحيتي. الشامبة مالك؟ نعم. اذا خف المطر بتدورنا فيها. وهذا المسجد. وهذا مسجدكم؟ نعم. الحمد لله العمانيين وين ما سكنوا سووا مساجد. سووا مساجد. نعم. هي. معاهم بيوت الله نعم. على طول. نعم. زين. زين احكي لي شاب سالم. نعم. يعني قصتكم هنا في افريقيا في زنجبار. أنت تولدت هنا؟ نعم مولود هنا. يعني الشايب هو اللي جاي من عمان. الشايب توفي هنا في هذه المنطقة. في نفس المكان هذا. في نفس المكان توفي هنا. هو اللي مؤسس المزرعة هذه؟ هو نعم. أنت وارثنها؟ إيه نعم. زين. حد عندك أخوة هنا؟ عندي أخوين ثانيين توفي العام الأول. في وقت واحد. الله بين نص ساعة بس لطع رجال وتوفي في وقت واحد كلهم. بين نص ساعة.
بين اخوك واخوك. إيه انا سامع عن هذه السالفه. اخوانك هذا ما شاء الله الله يرحمه ويرحم روحهم جنة ان شاء الله. قبيل توفى اخوه ولد ابوه هذا ناصر قبيل مده قبل سنه واحده كامله. وخفت بعد سنه توفي اخوته الثانيه. كانوا في هذاك بيوتهم. سمعت انا لهم قصه مؤثره يعني انه بعد ما توفى ما تحمل يشوف اخوه. يشوف اخوه بس يطلع فوقه. وبس وياه. الله يرحمهم الله يرحمهم. هذول هم اللي كانوا اخوتك هنا يعني في الفيلم. كنت اربعه هي. في عمان ما يلك اخوت؟ عندي اخ في عمان. يسمى السيف بن سليمان بن سالم بن سليم ريان. اكبر ولا اصغر عنك؟ بعدين هو الرابع. هو الرابع. انت رقم كم في الاخوان؟ اول رقم. انت اول واحد. وبعد ابوي هذا محمد. بعد هو محمد، بعد محمد ناصر، بعد ناصر محمد، بعد محمد عبد الله. طيب. وبعد اختنا في عمان تسمى شمسه. هذه زميلتنا ترى في الشغل. هي شمسه. بس اختي. اختي هذيك. ما شاء الله. تمام. اختي خليصه انا من امها. الله يحفظكم لبعض. والوالده توفيت العام الاول. طيب. يعني العلاقات اللي بينكم وبين اخوتكم واهلكم، انتوا ناس لقيتوا عمركم في افريقيا واستقريتوا في افريقيا. نعم. واخوتكم واهلكم في عمان. طبعاً. كيف العلاقه بينكم؟ كيف السيره والجيه بينكم؟ نسير بعدهم، هم يجوا واحنا نسير بعض الاوقات، بعد سنتين ثلاث يجوا يزوروا هم، وبعدين كذلك اسير ازور. أنا جيت يمكن من يوم شهر هذا الثاني هو الماضي. اهتميت خلاص 10 أيام هناك ورجعت. رحت عمان ورجعت. اهتميت تقول 10 أيام. وإن شاء الله بسوي لي شغل خامس برجع مرة. يعني أنت في السنة أقلها مرة تصير عمان؟ في السنتين مرة واحدة. وفي السنتين مرة؟ مرة نعم. المهم أنك ما قاطع عنها. ما قاطع عنها. وان شاء الله ما تقطعها. ان شاء الله ما اقطعها حتى بطلب الجواز، لكن ما اعطوني. يعني اعطوني اقامه. هي. والاقامه تنتهي الشهر السادس، اخر الشهر السادس. ان شاء الله الاقامه. وانا اصير الشهر الخامس مش اقل الاقامه مره. اها. هذه مساله اجرائيه، يعني ان شاء الله الاقامه تجيب الجواز يعني. عسى ان شاء الله. في النهايه كذا ولا كذا انتم عمانيين يعني. حملت الجواز ولا ما حملته؟ انت دمك عماني. نعم. كيف تحفظها زنجبار وانت طفل مثل هالاولاد هذول؟ استاذ زنجبار اول من سنين عمان هناك عندهم شده تعب في عمان. ماشي عندهم شيء فقراء. نعم. بس كلهم افريقيا، كلهم افريقيا. والبلاد كان كلها عرب. كل عرب الاكثر عرب. مليانه عرب. أيوه. قاديه بس وحليه، لكن نعم. هذه بلاد عربيه. انزين. خاصه من السلطان. بلاد نعم. نعم الى 64 نعم. بلاد السلطان السلطانيه خاصه. نعم. بس بعد 64 استوى الانقلاب كما تعرف عايت الاشياء تغيرت الاحوال تغيرت الاشياء. نعم. وخذوا الاموال وقتلوا الناس وخذوا الاراضي الشوارب بالناس. نعم. اخذوهن وقسموهن بينهم. طبعا هذه احداث معروفه اللي هي ثوره 64 يناير 64. اللي فات فات، خلنا في اليوم. اي خلي يا اخي لو صار ماشي عادي. نعم. واليوم العلاقات كثير طيبه بين البلدين ورايحه للاحسن والاحسن. الحمد لله هي اشياء كذا زي الحقيقه. وهذه حتى انتم ان شاء الله لصالحكم هنا دائمكم هنا. انا باك تتذكر وانت طفل. صغير في زنجبار. ايش السيره؟ ايش هين تعلمتوا؟ كيف عشتوا؟ ايش المعيشه اللي كانت هنا؟ كيف شكلها؟ زمان المعيشه احسن خاصه عنتو. احسن عنتو؟ اي احسن عنتو. ولا زمان. هذا لحيت انك مشتاق الطفوله؟ يعني انا في زمان ما انا وقت شياب يعني كل شيء موجود. مثل هذا الله يرزقك الطيور هذا اللي موجود كل هذا كل مكان تحصل فيه اي كل وقت. يعني حال العمانيين في ذيك الايام ما قبل الانقلاب كانت حالة زينة. حالة زينة كانت. نعم. حالة زينة بعد الانقلاب كانوا يشلوا الناس من كلهم يصيروا عمان كلهم يسوي. اي رجعوا عمان. رجعوا عمان. في عودة في الستينات وفي عودة في السبعينات. نعم في كذا كذا صاروا عمان. نحن بقينا ومع ما نبقى قبل وبقينا يعني هنا ما نواصلنا هناك. نعم. لكن اخوي سيف والوالدة واختنا شمسة كلهم راحوا فيها فيها الايام هذه وقت الانقلاب. ونحن كنا وقت الانقلاب كنا مسجونين.
في السجن داخل. اها. اي مسجون قدر ابي 14 و10 ايام كانوا داخل ماني بس ماني مسجونين دا ماني في بيت بس مخلي مكان في البيت في مكان بس مخلي الاقامه الجبريه هناك كنا بعدك وهذه الكروس هذه صليب الاحمر يجيبهم يشتغلوا من هناك يجيب لنا اكل وكل شيء هم يجيبوا ماشي كان ماشي ماشي تعب كان نعم ماشي تعب وخلف الرئيس هذا قال بعد 10 اشهر يخلي له مكان يقال شواكا بس وقال الرئيس كل حي يصير مكانه ويصير بيته ويقول بس يكون يمان وكل حي يسوي شغله وكلكم ما 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 يتعب نعم بس رجعني هنا الحمد لله ماشي تعب مشي مشي لكن بعد مشاكل قليله قليله ماشي ما تسلم مشاكل قليله قليله بعض الايام هذه حياه ولازم فيها شويه لازم هي. ما لازم كذا مره كذا ما يكون معنا كل شيء كل يوم وانتم مريتوا باحداث سياسيه هنا يعني نعم ثقيله شويه سياسيه حصلت تعب شويه لكن هي. الحمد لله لكن المعيشه في البيت وفي الحاره وفي هذا الصغر كيف كانت؟ ماشي زين الحمد لله طيبة زين هين تدرسوا؟ هين درستوا يوم انت كبر هالأولاد؟ نعم هين رحت المدرسة؟ تعلمت في البيت أبوي يعلمني في البيت هي كان معنا زمان ماشي مكان كثير نوالو أيوه لقليل قليل بس عربية الأكثر بس عرب كم يحلو هنا مكان ثاني قدام بعيد مكان يعني كم ميتة ميتة ثانين ميتة أربعة بين العرب أكثرية كان ماشي أيوه. ماشي السواحلية يعني كان نعم يعني أبوي تعلمني في البيت قرآن تعلمني في البيت وكان ماشي سكولات ماشي ما في مدارس ماشي نظامية مدارس مثل ما نعرفها اليوم ماشي مدارس كان بمكان يقال وزيني بعيد تقريبا 3 ميل أو 4 ميل للمدرسة وكان مدرسة واحدة مويرة عن تقريبا كذلك 4 ميل 5 ميل للمويرة هنا كان ماشي مدرسة بعد قبل الانقلاب قليل سوي مدرسة عندنا يعني احنا كبار واخر الايام نعم بس ما ينفع نسيب مدرسه لكن تعلمت عاد انشغلتوا يعني قاعد يعني اشتغلنا بالزراعه واشتغلنا باشتغال نساعد الوالد وهذا واللي ابوه ما متعلم ويبغى يتعلم هين كان يتعلم شيء مدارس اي صحه ايه شيء مدارس حتى تم المدارس كثيره مدارس قران لا اول شيء اول بقليله قليله شيء ما عندنا ما شيء لكن قليلات ما كما تو تو مدارس كثيره نعم كل مكان مدارس يعني اليوم أولادكم يقدروا يتعلموا العربية يقدروا يتعلموا القرآن يقدروا يتعلموا ثقافتهم من خلال بعض المدارس اللي العمانيين نفسهم أيضا سووها نعم نعم خف المطر كمان نعم تو نعم تو عاد نقدر نمشي في الشامبة زين وصعب زين لكن بعد شيء للماي شوي ما مشكلة يوم شوية ماي ويوم شوية رذاذ ندورة نحن أيوة زين خلت تفضل أحسن تفضل نحن في أوربي نعمل لأجلكم هدفنا تنمية الموارد البشرية العمانية نحن فخورون بتزويدكم وقود الطاقة نحن شركاء في دفع عجلة التنمية أوربيك نحن نصنع وقود الحياة طمنا ايش عنا للعشاء؟ دجاج؟ لا، عنا سمك السمك رائع ومذاقه طازج جداً لكن نحن في الصيف، من وين حصلتي السمك؟ هذه قطع أسماك طاقة المجمدة اشتريتها من محل شركة الأسماك العمانية فقط أزلت الثلج وتركتها لتتخلص من التجميد وبعدها طبختها كالعادة فهي تأتي بأفضل جودة وصحية للغاية الأسماك المجمدة جيدة مثل الأسماك الطازجة عائلتي تحبها جربوها أنتم أيضاً المدينة للأثاث حيث تلتقي الأناقة
بالإبداع، كل ما تحلم به من أثاث منزلي، مكتبي وغرف أطفال، من أسود أنواع الخشب، البلاستيك والمعدن، صناعة لا تضاهى لأثاث منزلي تحلمون به. المدينة للأثاث، مسقط، السيب، عالم من الراحة، الرفاهية، الأناقة والإبداع في التصميم. طلعت الشمس. هاي مع النخلة. هاي النخلة هذه. ما شاء الله. من هنا ذي؟ هاي واحد حجة أخوة. لكن هذه مركبة قبل من عمان. هذه مال تركيب. حصلت ثلاث خورات. هذه واحدة. تسمى الزراعة النسيجية. هاي. وهذه واحدة كذلك. هذه عايز تخبوا. ما شاء الله. هذه بقول تركيب. هي بس هو هذا خلاص ما البهله هذه خلاصه هي خلاص وحده ثانيه صغيره بعدين خلاص كانك ناوي تكسر النخيل ايه انا احب النخيل من كذاك زيت انا بشوف امان اشوف النخيل احب واجد النخيل بشوف امان طيب انت تربيت في زنجبار بلاد ما فيها نخيل ما فيها نخيل قليل تعرف لهم شوف يوم شفت هناك عمان النخيل بس قلبي فرح بالنخيل بغيت ازرع النخيل هذا لا وهاي هنا يستويان هنا؟ يستويان ويثمر هي ثمرة كما ثلاث سنوات تثمر هذيك. هذيك الغالية. إيه هذيك تثمر ثلاث سنوات عايد. ما شاء الله. وتقول كأنها خلاص. كأنها خلاص ما خلاص لكن مثل خلاص. أول واحدة زرعتها أنا من هين جبتها؟ هذه فلح بس. من النوى؟ من النوى هذاك. وطلعت وحدها؟ وطلعت وحدها. وتثمر. الحمد لله رب العالمين. زين. وهذه أنبي يقولوا أنبي نصارى هذا. لكن الانبي غير الانبي العمال هو ما انبي لكن سميتوه انبي سميوه كذلك سميوه هي ناس هي الشجرة الساقية لكن الأوراق غير هي الأوراق لكن هي الشجرة وثمرتها شوف هذا ثمر شيء بس هذه يقعد بس يسوي جويس يقشوه يسوي حال عصير عصير هو استوى عصير حلو أنا ضيق هو عصير هو واجلس تو هذه كذلك ناضجة بعدها يبغى شهرين ثلاث لكن الاولاد هذه كمان يتقون بحاجه ويخشوا يقولوا بملح بس يكلوا في ملح زين الاولاد هذه شوف كذا كله هذه الاولاد شغل يضرب حصى ويحط هذا وياكلوهم هذه الامبال العاديه هي هذه العاديه كان يزحط المكان شويه هي مشانها لكن هي يكون تحت زين ايش زارع هنا؟ هذه سدره نبق هذه سدره وتوي وقت يثمر شوف تو وقت هذا اي تو انتوا اظني الموسم هنا على عكس عمان على عكس عمان ما كذاك؟ اي كذاك يكون الناس يطلع النخيل في عمان هنا يكفينا على العاقل انزين ويوم بعد ما يخلص يكون يطلع هناك بعد باقي تمر فوق عجيب انت ممكن تسوي مشروع كبير كذاك بالختلف ممكن تجيب لنا رطب في الشتاء هي يسوي كان عندي نخيل كثيره بتحصل لنا باقي رطب هي لكن مو ما لها تبي زرعت هي بدي ازرع وشي شفت اماكن ثانيه زارعين نخيل هنا ونجحت بعض واحد بعض هي بعض الناس شيء نخيل انا ماشي ايوه لكن نشأ ناقو وحده لكن شيء يصبرن وهذا احنا شفنا في البر في البرج الناس زرعوا العمانية زمان كانت تبورة تبورة في هواي تبورة واجد فيها نخيل العمانية كانوا كثيرين هناك توعد باقيات ما حد يعاود لأنه ما يعرفوا لهن اللي ما يعرفوا الناس اشتلوا هذيك العمانية نعم باقيين ابو يعرفوا على مواليدك ما يعرفوا شيء هذا شلشل نريد يطبخ وتخليه يقلئ زين يقلئ ونارجيل معك ونارجيل هذا كمان هنا اكثر اهتمام اظن النرجيل نرجيل وقرنفل نرجيل والقرنفل عندك هبشه هنا عندي قرنفل والنرجيل عندي طيب كيف النظام ارتفع على القرنفل كان ما يبيع كان قبل ما له قيمه ايوه لكن بعد من سنتين ارتفع بيع القرنفل وتبس الناس حالهم زين يحصل فلوس نعم وهذا الطاوله اللي نستعملها
هذه الطوي بيكون لا قياس حال الاستخدام البيت يعني. لا لا جميع الناس من كل مكان يجون يستخدموا يعني. ايوه كم شباب شوف جايين. ايوه من كل مكان يستخدموا. نهاريه نهاريه هذا الجيران يجي يستخدموا. الجيران وهذه الناس يزرعوا الزراعه هنا يعني المكان الزراعه يزرعوا هذه قرون سبال وهذه تنقولي ما تقول بنتو تنقولي ما تنقولي طماط 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 هكذا يزرع كل طماط الاكثريه. كل هذا المكان يزرع طماط. هذه عاد على الموسم على الموسم على الموسم تو 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 الناس بادين يعني في زراعه الطماط. زين الزرع يعني عاده الزرع يكون معاه تربيه الحيوانات كذلك تربيوا حيواناتنا؟ نربي حيوانات ولا اهم شيء الزراعه؟ نربي حيوانات لكن هي. يعني كان معلوم ما فوق ما فوق الزراعه هي. وكان في الزراعه وقت اللي يكون الانسان باقي هناك حيث حيوان ماله وياكل قليل اكل ويخاف ياخذون من هناك يعني قياس حال البيت بس؟ اي حال استعمال البيت حال استعمال بس تحصلوا لحم هي. تحصلوا حليب نعم تحصلوا بيض نعم نعم هنا الاكل طازج ما شاء الله. اي صحيح ما كان معكم هناك حسن من الثلاجه. نعم احنا كله لا الحمد لله فعلا الاكل طازج وين ما رحنا من اللحوم ومن الخضار ومن الفواكه هذه نعمه ترى الحمد لله. نعم احنا كثير سعيدين يعني بهالزياره نشوف هذه اللمه الاسريه الله يحفظكم. ونفرحنا كثيرا بتزورونا ونشوف يعني نشوفكم ويزورونا يفرحنا كثير على هذه الزياره عندكم. ان شاء الله نجيكم الله تعالى يكون نتلاقى مره ثانيه ان شاء الله. احنا ملاقينك قبل 10 سنوات زين واليوم ملاقينك واذا شيء عمر بعدنا بنلتقي ان شاء الله. امين ان شاء الله. شايب سالم بن سليمان بن سالم سالم الريامي. نعم احسنت جزاك الله خير. مشكور مشكور احسنت ما قصرت. Thank you.